انا محمد غمارة، قبل سنتين توجهوا لي العمدار، اعطوني 30 يوم اطلع من الدار. توجهت لك من مهام عندنا من البلد، واكم يعني ولا واحد يقدر يساعدني. طلبوا مبالغ، يعني حد طلب 70,000، قال لي بجيب لك سنتين تقعد بالدار وبعد السنتين بتسلمها للعمدار. قعدت كمان مع محامي، قال لي هذا التيك فيش اش عامل فيه. الصراحه انا بقيت مفكر اني اطلع من الدار، لانه دول اعطوني 30 يوم وانا فيش معايا اوراق. الدار من قبل سنين احنا عايشين فيها، يعني ستي وهيك، انا يعني بقاش معايا اوراق كافيه، وانا لحالي، ابوي توفى وهيك، وفيش عندي كمان اخوه وهيك. يعني عملت كل جهدي، هم بيدعي انه قاعد ببليشاه وهذا، والست يعني انه اشتغلت منهم، اشتغلت منهم النص هنا. هم بيدعي انه ست ما اشتغلتش منهم، انه الدار لهم. انا جبت اوراق بثبت وهيك انه انا الدار ست، انه الدار شت ستي، وانا 30 سنه ما طلعتش محل الدار شتنا، ما تأجرتش، ما بقتش خطوبة تانية، انا كل حياتي هنا، انولدت هنا بالدار هاي. والله الصراحه من امير لمحمد لوليد، الصراحة الثلاثة دول بقوا معاي يعني كإخوة، يعني عن جد أخذوا الملف، يعني خدوه عادتهم، حملوه ومشيوا فيه، يعني ما خلونيش. بالأول أنا بقيت الصراحة ضايع، بقيتش يعني واثق إن أنا ضمني بالدار الصراحة بحكيك. أما هم من يعني لما كل وقت يعني بقوا يعطوني قوة، يعطوني دفعة إنه لا الدار إلك، الدار معاك. حسسوني ان هم من عائلتي، ان هم واقفين معاي، مش بدهم كمصلحه كشغل. والمحكمه، بالمحكمه لما شافوا الاشياء هذول وشافوا انه في اثباتات قويه، دفعت العمدار يعني دفعتهم كناس. انا مش بس ساعدوني بالدار، انا بقى حسابي مسكر 13 سنه، حسابي بالبنك ولا حساب بنك، معوكال مشحطط. كمان اجوا العمدار يعني دمروني على الاخر، طلعوني من كل ورطات هاي. انا اليوم بنادم من ولدة جديد، من امير ومحمد وليد. انا اليوم من ولدة بنادم جديد، محمد وليد كباب، هدول يعني هم من اللي وقفوا معاي ساعدوني، طلعوني من كل البعيوت اللي عندي، وقفوا معاي زي عيلة، زي عيلة عادي، زي عيلة يعني. طلعوني من اتصال قوى، من فتحوا لي حساب بنك، رجعوا لي الباسبورت، رجعوا لي رخصة، يعني كتير اشياء عملوا لي بالسنتين هدول. انا رجعت بنادم جديد، بقيت بنادم تايه بالدنيا. انا رجعت اليوم بنادم موقف على اجراي وبفضلهم، يعني انا برجع بقول بفضل محمد ووليد وامير كبوب، هدول هم من عن جد بتشكرهم كتير، وقفوا معي كتير. شكرا. والحمد لله.